بيكو وحكاية يوم جديد مع بعض بنفتكره زي النهاردة. زي النهاردة 9 سبتمبر سنة 1791 أطلق اسم الرئيس جورج واشنطن بشكل رسمي على العاصمة الأمريكية، وزي النهاردة سنة 1876 صدر العدد الأول من جريدة الأهرام كصحيفة يومية. أما سنة 1976 ضم فلسطين إلى جامعة الدول العربية بعد الموافقة على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثل شرعي للشعب الفلسطيني. أما سنة 2013 أكد متحف فان كوخ أخيراً أن لوحة الرسام فينس فان كوخ المسمى غروب الشمس في مونا ماجور أصلية. وسنة 2015 حطمت الملكة إليزابيث الثانية الرقم القياسي في اعتلاء عرش بريطانيا لمدة 63 سنة و7 شهور و3 أيام. أما عن مواليد زي النهاردة، فزي النهاردة سنة 1960 اتولد الممثل البريطاني هو جون جرانت، واللي من أعماله دي ديو هير أباوت ذا مورغانز. وكمان سنة 1966 اتولد الممثل الأمريكي أدم ساندلر، واللي من أعماله بلاندد. أما عن اللي رحلوا عن عالمنا زي النهاردة، فسنة 1834 رحل المستكشف الإنجليزي جيمس ويدل. أما عن الأعياد والمناسبات، فزي النهاردة هو عيد الجمهورية في كوريا الشمالية، وزي النهاردة 9 سبتمبر 2010 اتعرض لأول مرة الرجل الغامض بسلامته، تأليف بلال فضل وإخراج محسن أحمد، وبطولة هاني رمزي، نيلي كريم، مروة حسين وشعبان حسين. خلصت حلقتنا، وبكرة حكاية يوم جديد زي النهاردة.